تتسم علاقة الملك الحسن الثاني مع الرئيس الجزائري هواري بومدين بالشد والجد وبدبلوماسية المناورة واستغلال الفرص وبضربات تحت الحزام كلما أتيحت الفرصة لذلك، لكن هذه المناورات السياسية لا تخلو من ذكاء وفطنة ويقظة كبيرة بين الطرفين. في هذا التقرير التاريخي نتعرف كيف سعى هواري بومدين إلى تطبيق سياسة الحصار على نظام الحسن الثاني، وكيف تعامل الحسن الثاني مع سياسة هواري بومدين، وكيف أقفل الحسن الثاني على بومدين قفصا وأدخله في عزلة قاتلة. ابقوا معنا، دعموا القناة واشتركوا فيها دعما لهذا المحتوى. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. كان الاعتقاد السائد على المستوى الإقليمي في بداية السبعينيات أن النظام المغربي يعيش في عزلة تامة، وأن عرش الحسن الثاني على وشك الانهيار، وأن الوضع الداخلي مهيئ للانفجار، خاصة بعد المحاولتين الانقلابيتين للجيش. تحكي الكاتبة آنيا فرانكوس في مؤلفها جزائري اسمه بومدين واقعة ذات دلالة في هذا السياق، حينما كنا مطمئنين على أن الحسن الثاني يعيش معزولا في قصره معرضا لانتقادات ضباط جيشه مشكوكا في حب الشعب له، تغير الوضع في رمشة عين وأصبح رجلا قويا في منطقة المغرب العربي والجزائر مشغولة بدعم الشعب الصحراوي تجد نفسها معزولة وحدها، لتقول التقارير الدولية إنها نهاية هواري بومدين. وأعلن الحسن الثاني المسيرة الخضراء وضحك كل الجزائريين وقالوا إنها مهزلة، إطلاق 350 ألف مغربي بالقرآن في أيديهم لمواجهة مدافع وصواريخ الإسبان. وقلنا في الجزائر إنها حسابات ميكيافيلية وسيناريو هوليودي، وصرح بومدين بلسانه إنها السينما. لكن بومدين تجرع كأس المرارة عندما جاءه عبد العزيز بوتفليقة رئيس دورة الأمم المتحدة متحدثا عن حصوله على توصيات، فقطعه مندوب الجزائر في الأمم المتحدة عبد الرحمن رحال أمام الرئيس بقوله: إنك يا بوتفليقة تمثل علينا مسرحية، فكل الدول العربية وكل دول عدم الانحياز وكل الدول الغربية اتخذوا موقفا مؤيدا للمغرب، واحتفل المغرب بالصفعة التي تلقاها تعنتنا. وتضيف الكاتبة آنيا فرانكوس: كان الحسن الثاني قد أقفل على بومدين بعد اتفاقية مدريد قفصا وأدخله في عزلة قاتلة. وعندما أعلن الملك الحسن الثاني في خطاب 15 فبراير 1976 إني أنتظر فقط أن تعلن الجزائر الحرب على المغرب، اجتمع مجلس القيادة الجزائري ليصدر بيانا يقول فيه: لا حرب مع المغرب من أجل البوليزاريو، ولا سلم مع المغرب بدون البوليزاريو. وقد تم سحب الجيوش الجزائرية التي تتدخل داخل الحدود المغربية، وزادت هزيمة الجزائر عندما أعلن الوالي رئيس البوليزاريو انضمامه لوحدة مع موريتانيا يكون رئيسها المختار ولدادة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.